الرحمن الرحيم. بدءا كنبغي نشكر صفحه وزان دار الضمانه على المتابعه المستمره وعلى يعني التشجيعات اللي كتقدم لنا وعلى الاستقبال اللي حظيت به اليوم. فبالنسبه للمشاركه ديالي في الالعاب الاولمبيه هي كتجي نتيجه ديال واحد المسار اللي بديته من الصغر منذ الصغر مع شباب اولمبيك وزان هنا في هذه المدينه الصغيره ديال وزان، واللي الحمد لله كان عندي واحد الحلم هو انني نمثل يعني المنطقه ونمثل المدينه يعني في المحافل الدوليه، والحمد لله استطعت انني نتدرج في المستوى ديالي يعني ببطولات جهويه، من بعد بطولات وطنيه، ومن بعد بطولات اقليميه يعني بحال العاب البحر الابيض المتوسط اللي فزت بها، العاب فرنكوفونيه اللي احتلت المرتبه الثالثه، من بعد يعني شاركت في بطولة العالم العسكرية اللي ربحتها جوج مرات، وهذا الشيء هذا أعطاني واحد الأمل أنني يمكن لي نكون في واحد يعني في واحد المستوى عالمي، ولما لا تشريف الراية الوطنية يعني مستقبلا في قادم الأيام. وهذا الشيء هذا زعما بالنسبة لي احتليت هذه السنة في الألعاب الأولمبية مرتبة 11، هذا الشيء ما كيعنيش انني استسلمت وانني غادي نتخلى على الحلم ديالي في الصعود يعني البوديوم الاولمبي، ولكن بالعكس كيحفزني وكيعطيني واحد الدافع انني نخدم مجددا ونزيد في الخدمة ديالي باش ان شاء الله تكون في هاد نكون يعني في المحفل الاولمبي فائز باحدى الميداليات الملونه. وبطبيعه الحال يعني هذا الشيء كيعطيني واحد نبدا انني نعطي واحد الامل يعني يعني الصغار وعلى الاطفال ديال المدينه كمدينه وزان باش يكون عندهم واحد الاحلام، واللي انه كل شيء ممكن، وانهم حتى هما يمكن لهم يمشيو بعيد في المسار الرياضي ويمشيو ويقيسوا العالميه. فعلا كان يعني قبل ما كانش شي واحد اللي ربما مشى للالعاب الاولمبيه من هذه المدينه، ولكن هذا نتمنوا انه يكون البدايه ويكونوا يعني رياضيين ويكونوا ابطال في المستقبل الايام، اللي عليو تاهما بالشباب الوزاني واللي عليو بالراية الوطنيه ان شاء الله في المحافل الدوليه.